وللإضاءة على التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة ينضم إلينا عبر زوم رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ. أستاذ إلي، مرحب فيك بصوت بيروت انترناشونال. بداية، هل يمكن لحكومة نجيب ميقاتي أن تنجح حيث فشلت حكومة حسان دياب؟ لا سريعا، وأنا وصفتها اليوم وقلت أنه حكومة ثلاثة ثمانات، ثمانية لحزب الله، ثمانية بيشتغلوا عند حزب الله، وثمانية بيخافوا من حزب الله، وبالتالي ما في لزوم لا نضيع وقت ولا نفوت بسجلات عقيمة ولا بتوصيفات لن تقدم ولن تؤخر. بأقصى الاحتمالات إذا كان في بعض الأسماء يلي تحترم بشغلها بعملها بتاريخها، لكن لا حول لها ولا قوة على طاولة موجود عليها سلاح مهيمن، وبأي لحظة قادر حزب الله، مثل ما اللحظة كانت مؤاتية إقليميا ودوليا لولادة هذه الحكومة، يملك حزب الله القدرة والإمكانية على الإطاحة بها. يعني لن تستطيع، لن تكون قادرة على انتشال لبنان من الانهيار، ولكن على الأقل هل ستستطيع تصحيح علاقات لبنان مع الخارج؟ من الوجوه الموجودة ما بعتقد أنه هكذا وجوه، يعني رح أكون واضح بهذا الإطار. حزب الله مقاطع غربيا وخليجيا وعربيا، رئيس الجمهورية لا يستقبل ولا يستقبل، وعم نشوف مستوى الاجتماعات اللي عم يعقدها، وبالتالي إذا جبت يعني اليوم بدك تصنعي خارجية جديدة، بدك تصنعي علاقات خارجية جديدة، بدك ترممي التهديم يلي سببه حزب الله خلال سنوات طويلة بعلاقاتك مع الخارج، وبالتالي من أجل هذا المسعى على الأقل بتجيبي أسماء تحتذى، أسماء محترمة بالخارج تقدر تتواصل مع الخارج. أنا ماني شايف من عداد الأسماء الموجودة حدا قادر، ماكسيموم بيوصلوا يعني بين فنزويلا واليمن وسوريا وإيران، يعني حتى بعتقد على روسيا ما قادرين يوصلوا. بس رئيس ميقاتي وعد هو شخصيا بتصحيح علاقات لبنان مع الخارج، برأيك في عقبات أمامه؟ رئيس ميقاتي مش لحاله يصنع السياسة في لبنان، هو بيعرف المخاض العسير يلي وصل فيه على تشكيل هذه الحكومة، وتماما الرئيس نجيب ميقاتي بيعرف بأنه هو أمام تحديات كثير كبيرة، ويعني أنا مش أبرز من هاي التحديات التقليل شو؟ من أنا عم بحكي التحديات الداخلية، أنه هو عم بيواجه أخطبوط كتير كبير اسمه ميليشيا إيران في لبنان يلي اسمها حزب الله. كل قرار، كل إجراء، وهون بدي أقول لك ما بيتناسب مع أو يتوافق مع مشروع حزب الله أكيد سيصار إلى الإطاحة به، لكن بإطار عمل نجيب ميقاتي كنت عم أقول بأنه نجيب ميقاتي بالحوارات وبالمفاوضات يلي كان عم يجريها بعتقد بيعرف تماما انه العقبات قادر حزب الله يحط له اياها قبيله. هلا بتقولي لي ممكن تتحسن بعض الامور، انا الجواب السريع هو ايه ممكن، لكن ستكون نوع من ابره مورفين مؤقته باتجاه الحل الجذري الكبير. لبنان هيك ما بقى في يكمل، ما في دوله بالعالم محكومه من ميليشيا كما هي الحال مع لبنان. رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، شكرا لك.